استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الأستاذ يوسف البن خليل رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، والذي أهدى لسموه كتاب من تأليفه بعنوان الطموح الأحمر. وقد ثمن سموه الجهود المتميزة التي يبذلها البن خليل للمساهمة في دعم الحركة الإعلامية والثقافية بالمملكة، مشيدا سموه بالمؤلف الذي حوى معلومات وتحليلات قيمة، مؤكدا سموه أن هذا الكتاب عكس بصورة واضحة ما يتمتع به الكاتب من خبرة ميدانية في مجال الإعلام السياسي ناهيك عن الخبرات في المجال الإعلامي لا سيما على الصعيد الصحفي، والذي بات يشغل منصب رئيس تحرير واحدة من الصحف المحلية الرئيسة، مضيفا سموه أن تجربة الكاتب في تأليف هذا الكتاب تشجع وتعزز ثقافة البحث والتأليف، والذي يخدم بدوره رفع مستوى العلم والمعرفة بالمجتمع البحريني، موجها سموه لطرح الكتاب في عدد من الصروح التعليمية خاصة الجامعات، متمنيا سموه للبن خليل دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية والاجتماعية. من جانبه أعرب السيد يوسف البن خليل عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، مضيفا أن الجهود ستستمر نحو مزيد من العمل الذي سيسهم في دعم المجالين الإعلامي والثقافي.